جائزة الدكتورة نوال عمر من الجوائز اللي هي الرمزية في عالم جوائز الصحافة. مؤسسة الأهرام مهتمة بهذا الأمر، بترعى دايما هذه الجائزة المتميزة. أتمنى أن تكون هذه الجائزة دافع قوي للزملاء العاملين في المجال الصحفي. هي طبعا احنا من بداية ما عملناها بعد الوفاة كانت في 3 مارس 2003، فبدأناها من 2004 إلى الآن كل سنة بنقيم الجائزة في نفس التوقيت اللي هو 3 مارس برعاية الأهرام، جريدة الأهرام، وبرعاية نقابة الصحفيين. لازم تكون المواضيع خاصة باهتمامات أولا المجتمع المصري واهتمامات كمان سياسة الدولة المصرية، دي مهمة جدا ان احنا نحط في اعتبارنا سياسة الدولة المصرية في اختياراتنا للموضوعات المطروحة. الجائزة هي جائزة سنوية، انا قررت اشترك فيها السنة دي، وكان عنوانها طوفان الأقصى. انا شاركت بموضوع حوار صحفي مع الاستاذ الدكتور عبد الرحيم ريحان عن يعني المحاولات التي قامت بها اسرائيل لتهويد سيناء وتغيير الملامح الأثرية فيها على أساس أن هي يهودية. الحمد لله الموضوع بتاعي حصل على الجائزة الأولى في مسابقة الدكتورة نوال عمر هذا العام. أنا يعني ربنا كرمني عن موضوع المرأة الفلسطينية أيقونة المعارك، هو ملف مكون من أكتر من حلقة، يعني سلسلة بتسلط الضوء على المعاناة اللي بتعانيها المرأة الفلسطينية في مختلف جوانب الحياة في ظل الحرب يعني، ومش بس المعاناة، بتوضح كمان كفاحها وصمودها رغم كل التحديات اللي بتواجهها. الجوائز دي مهمة جدا لأن هي بتشجع الصحفيين وبتدعمهم وبتخليهم يحسوا بروح المنافسة بينهم وأنهم عايزين يقدموا الأحسن. أكيد طبعا مبسوطة جدا أن أنا بتكرم في جريدة الأهرام، مبنى عريق وعظيم كله تاريخ وناس مهمة جدا مرت على المكان ده، وطبعا نقابة الصحفيين ده مكان ورمز لكل صحفي في مصر.